بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومنها القول بالموجب. يكيك لو قال حانيك بصر مصالك ما فرع مصالك إلا وقتك مستدل إلا قبلاك معترض بسانة قد فإشكالي في والدك أو يكا قول بموجب يقصك أو بك بلا باش تو راسك بلا أو مثلا أو فعلا قول بموجب، وهو تسليم الدليل، تسليم دليل مستدل به بلا باش تو راسك بلا مع بقاء النزاع تيخو أوي توريلي نزاعك ما نسجي خوي ديالتوا. مثلا ألان مثالك إذا خواله هنا هو بقول بموجبك لابده، مثلا بلا أوي منافقان دلن يا ما جرويشين ومدينة بعزتك ذليلك دركات باش راسك بلا فوان بعزتك يعني الله رسول بعزتك يا مؤمنان بعزتك أوى. لا أوى صرفت بوانيا صرفت دلين تحرف أوى كذا يلا مستدي باش ويا بلا دليلك مثلا دليلك قبولك إلا تكيت مستدل قبولك بلا مدلع إلا تكيت أوي او نزاعنا برده من كل سجى خويه هنا كيف منيش ثابتك؟ كما يقال في المثقل هل كل مثقلة مثلا كشتن بشري قردوك وبلوك وانا علي قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القودة كالإحراقي مستدل علي وكشافي وانا علي خب كشتن بشري قرز كشتن بشري كأغلب إنسان أكجين فذكر وايا منافاتي لقى القتال ليها هل هو كشون سوتاندن منافاتي لقى القتال ميا فيقال حنفي الله سلمنا باش تسليم هين عدم المنافاتي كفرغناك سوتاندن ومستقل، لكن لما قلت يقتضي بل عن بود لي اقتضي قول أكا أو إيكا تود لي منافاتي نيا باش منافاتي نيا قبول من بل عن بود لي أو إيكا منافاتي نيا دليل لسر أو إيكا اقتضي قصادك اقتضي قولك نخير زيناك. وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القودة كالتوسل إليه. الله مثلا مستدل الله تفاوت لوسيلة دا منع قصاد ناكا با وسيلة كالشمشير نبي ومثلا برد به كالتوسل إليه هل وكو قيشتن بهناك بإسلاع قيشتن با قصاصك مثلا شي سبب السببي مثلا كابرا بيوي قصاص كاتو بشتك أتوانيد بحر وسيلة قصاص كاتوانيا فزقروايا هر شيكيش تفاوت ناكا لخودا دي امزا معترض يعني فيقال والله مسلم باش من تسليم تهم، لكن لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع والله ما ويك تود يعني يقدر انا مانع لا ادب منتفي كيتوا او ناقي يعني لو لازم يعني كتواي مانع كان هم منتفي ووجود الشرائط والمقتضى هم شرائط كجبيت لي ومقتضى البيت لي نخي من باوجود يوش قبول مني يعني إذا تتوى أول يكيك لهين كان يكيك لها قد حكان كمعترض والد. والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي قولي مختار إلى سرويك معترض قبل بلا أما مأخذي من نيا أو يكتوى على عن قرتوتا أو شوي كتور الشيطة بيشي أو مثلا لي قبول أكره مثلا دلي تو أي مستدل تو أو شتيك هنا وتتوى أو دليليك هنا وتتوى أو تو دستور بکنای به من بلای بلای تو تفاوت لواصیل آخرال داره. دیبا بخوام من تفاوت لواصیل آخرال ندم. او ما اخذی من نیا. تو لخوره به من وادلای. آوا. اتمن لی قبول کرد. و ربما سکت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع. فيرد القول بالموجب. در واقع مستدل مقدمه کی غير مشهور لترسی وی کن که منع بکرد ویلیکا. لا ترسي ويكنك معترض بواسطي او منعبك ويليك مثلا وكو ويكن مستدل اشتراطي بشر قتري نيات لوزو لغسلة علي حرشتك قربت بيت وكو نوش نياتي تلا شرطة اني نايت مثلا نيوي هنبات نيوي وزو غسل با علي حرشتك قربت بيت على ويدا مقدمي اقلو ويدا هيك ويليك بوشي لا ترسي أويكا نكا معترض بيني بلين آخر باشا من في مواهي هر قربتك نيتي تدايا بلام أو ناقي نكا وزو غصل إشا لا ترسي أويكا نكا نيوي وزو غصل بيني
امانه ولا كاري هاي بحثه يعني اذا انسان لبحثه توجيه تبكات امانه اللي بيبي تحقيق ثانيه لبحثه وش انا زول بيجي بيني دو طرفا امجر ومنها يكلك القواعد القدح في المناسبه قدح لا مناسبه اشكال بارده كذا او منا او وصفيكته هنا وتتو اي مستدل اصلا مناسبين يا ربتيني على حكمك اما يك وفي صلاحيه افضاء الحكم الى المقصود يا يعني خير للصلاحيه يويك او وصفك بيت السبب كحكمك بل ولا مقصودك بشيء لو لا قدح واردك اما دو وفي الانضباط لضبط كردنا اروك السفر وقصر جمك كالبيتان بمشقه وانا والله انا خير اوين انضباطي يوي صفتيك تولدنا وفي الظهور يا يعني خير بلا او شتيتو ظهوري تلانيه يعني اشتكت بيستعوانيه يعني امدا اشكرانيه وقفت بالبايع وجوابه بالبايع يا شلون جواب ذاته مستدين تروشن كنا وطلت نخير مناسبه شي هي صلاحيه ابطاء حكم شي هي ولا مقصودك انضباط شي هي ظهور شي هي مثلا هبو اني لاني مثال بين وانا نتي يوك او اني لاني علي مستدل علي من كم واحيا كابرا عبادت بكا وجنيني باشترا سيد بارسا عبد بيت ظل باشترا تفسير زباسكا شون تلكي نفسي كده دي معترض ديني دلي او وصفيكتو كتوتا مناسب نيا شونك اتو دلي مصلحتي كيبو بوجود ديسكا عبادة كردن و خلوة كردن و عبادتا دي لولا و او همو مصلحتي دي كلا دل درجة وكوهي كم من دال تازن نفس الناحات و بنظر و انا ناتواني دور كيتو و شهوتي ناشكي ام در دین جواب یاد داده و روشنی کرده و بودی. اول نه. آو مصلحتی من که ایلم و حفظ دینا، آو مصلحتانی تو و حفظ نفسی. یعنی او دوباره بیانی کرده تو مناسبه دگی خصوتا. آو اندیکه شروعه جواب مثال کنیم. و منها الفرق یکی دیگه که قواعدش فرقه. یعنی دین دل بابه تو آویل علت الاصلاح نه تو علت الفرع فرقی هیا. اصلا یعنی والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية الأصل أو مانع الفرع أو بهما قولي صاحب سلويك فرق أويك كابري معترض بين معارضة بكات شون أويك قيدك واردك الروشن كاتو بسبع ظاهريك لعلية أصلك دا يعني بلد علية أصلك أعبو قيد ويا فاشان يا أويك مانع لن يفرع كذا بينات ولا أو يكتب هذا لي لن يفرع كذا وين خيروانية يا لهجك يعني هم لا أصلك هم لا فرع كذا مثلا وكويك شافعي بين ولا نيد لدى النوجان أرو كتيمم واجبة شنك هذي كان طهارة طهارة لحدا يوم مستدل أمزع المعترض بين ضرب أو يكتب هذا لي فرقي هي يعني ألم فرق واردك أنا في لنا اعتراض كذا ليه علة لأصل كذاك بس لأصل كذاك تيمما تهارد بترابة ظلام لا تظن كذاك فرعتها تهارد با آوى فلينا ده قيد كخصوتني علية أصل كذا يدوان دوامية مثلا مانع فرعك طويك حنفي ده ليه مسلمان هروك بشون أجر بين المسلمان بكوجي خصاصة كذا أهل كتبش بكوجي زميش بكوجي هر قصاصة كريتوا شنك قتلك عمد وعدوانا تواهو بلام شافعي داني اعتراض دكا يا الجمهور هالكل المخالف انا فين ظلي اسلام لفرع كذا مانع لا قصاص مانع الفرع مانع فرع وانا اسلام لفرع كذا مانع قصاص لفرع كذا منزلتيا وشكك ذمية كل وانه قادح اروها انه قرأت السلويك والاصح قولي اصح لسلويك فرق يكي بلا قادح كان يعني اختلافي للسلام شون جواب يداته كابل المستدين وجوابه بالمنع بمنع بس عند الله خيوانية يعني أو فرق وجودية وأنه هروها أصح لسرويا يجوز تعدد الأصول جائزة كتن أنا أصب فرع وجودي به هذا هو شون خوي أصح لسر تعدد علله نبي تاني لي خب درسك تعدد أصول به فلو فرق بين الفرع وأصل منها كفى بالأصل أجهات معترض فرق بخات بين فرعك يقدان على أصل كان شنك ألين شيء ألين دروسه كتلا أنا أصل به فس أجر معترض هذا اعتراضي ورجل اعتراضي كتير فرع كان لقال شن دانا أصل من ناتو أنا لقال همويان بين فرق بس لعشان الدم يقدان يعني بينته لقول الصحة كافية ضد أو فرعان لقال أو أصلا ناخينته يعني اعتراضك كتير ذكره
مستدلش وفي اقتصار مستدل على جواب أصل قولاني. آية مستدلش درست كبين داني كان صابت ك يعني جواب أصل كان ذاته وضلي نخيل فرغ نية ها أو فرع على قلو أصل دي خيني توا يكي عن ضلي آية درست هوا كرتي قادة سريع كان قولاني دو قولي لسربوه يعني. ومنها يكي ذيك القوادع فساد الوضع أويك معترض ضلت أصلاً أويك توداد لا ووانية شون بأن لا يكون الدليل صالحاً لترتيب الحكم ضل أصلاً أو دليل بوه ونابت كتو حكم كيف شون دابيني وكو كتلقي التخفيف من التغليظ لحكمه أصلاً تغليظ دراوة توبلي شون كاليو تغليظ دراوة من لير تخفيفنا أخي شوي بس أشيوه تغليظ دراوة ده بتغليظ دين تخفيف والتوسيع عن من التضييق يا حكمك أصل تضييقي كذلك هنك النوي كذلك رسوشتك تبغي فتقوية من لمدى ويسعة لهم والإثبات من النفي يا إثبات لنفي والقريب بغي شنك لو أصل لا نفي براكل إلى دهينا أنا مثال جاربو أنا بيني وكويك بوي أوليا حنفية دلي قتل عمد جنايتي في زور كوريا باشا شنك الزور زور غليظة يو غليظة تمشاكي تخفيفي لي لكفارك دادانا شنك الزور غليظة بس كفارين عرب لذيادة ويل كبيب كايا حنفي بيب كايا قتلي غيري عمد كفاري دوير بو سوكيه يوا اگر وايا قتلي عمد حتمنا دوير لذيادة هو برعكسكي ورقشتوا حنفي تيري قتلي غيري عمد كفاري دوير قتلي عمد كزور غديسترا زور غديسترا بس تخفيش يدين كفارينا برعكس وانيا فزو فساد الوضع معتريز كالشافية وجمهورة لان برعكس يرادة وصن اظن حنفي تهاجوي لتغليز تخفيف الورقشتوا لزيادة ويكا كفل باريكا فاركيش وبين تغليدي كيها سي سبتريش اتكذر كن بعض ذيكو هذا من شون هو يشرب وخيخ سيكا بنا اولواني كرد لحد دارك ان كم تغل اقل نصان ديقاي ويعلى اشتد منزولي بالزالوة هي اقاتة او حدة يا مثلا قلت حن وكو دو من دانا توسيع لتضييق ورقلي وكو يدلي الحنفية دلن زكاة واجبة لبر خاطري ويكا احتياجية كان دفع به فزق الوايا با وقت دي لسر عاقلة شون سيصال قس بندية كرين با زكاة ايش قس بندية كرين يخو فرطينيا لبدا تضييق كرا ولا أصلا لدية كذا يعني لبر خاطري ونشيت الدصال وفاضل صال هنا ورسل سيطال تو أسي توسيع ورق لي ولا بتوسيع ورق لي يا واني كشهر بها والثبوت اعتبار الجامعي يا ويكا مثلا جامعك لو بين دا ثابت بوغز جا جامعك كوكروي هر دكان يعني أصل فراكا بنص وإجماعي في نقيض الحكم لنقيض حكم كذا يعني أو هاتبين قصيكي كذبين كتبيتي مثلا وكو قولي حنفية ألا بشيلة درندة بدرندة حسابة قلبي هي حسا قروايا وكو درندة يا قلبكي نجسة وكو الصق أتو ديالد ليالد أدلي أو اعتباريك توفي الدوانية بلكو اعتبارك الجامعة هي لنصة كهرو السبع بني توي كذا بلان بو السبع كذا لشي لذيات ويكا وكو الصق حسابة بغن نجسة دلي هن سبع قاكا ألت في غنبر صلى الله عليه وسلم شواني مالك سنوري تدابو ولا امام احمد سنوري تدابو كهر بشيلة نوع بشيلية هذا سنوري تدابو كتي صبعة فاكة يعني او اعتباري او ملغاك لنقض حكمك وجوابه بتقرير نفي جوابك ايش لسر المستدل ويكا نفيك تقريرك فيه ويستيقنان ومنها يكذيك القوادع فساد الاعتبار او ايك الاعتباري بخيك هارك بأن يخالف نصا وإجماعا بويك بينت مخالف نصا وإجماعا قرار بني أما لقى الفساد وضع فرق لك هذا لو هو أعم من فساد وضع عمومي ترى عام ترى يعني بإسلاع أوي ديكا فقط دي كنت ترتيب حكمك ناتواني بيت السري أما هر ناتواني به هنا توا أوا هل على اعتبار ساقطة يعني هر ناتواني بإسلاع كاري بيبك مثلا دلي وكويك نفر بيبله بلح صحيح نية قرض حيوان بحيوان يعني حيوان يبغي بقرض بحيوانك بغي ما جايك تدمه صالي كمان جايك من دوا ليه شو بوسي على دليل يعني توا يعني بمسالك عدة دليل دينته مستدل على برخات فيه ويكا انضباطي نية
تولم لاوديني دلي او تولا اعتبار ساق تقسك وشي شن دقيقه مخالفي نفس قرار كتو اي جوري في خبر مسلم هكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم وشتري كي بقرز مرجر دو هر وشتري كي دعوه فاز او اعتباري او كاملا ان يعني يو دليلي او كاملا لا اعتبار اكبر شن مخالفي نفس وله تقديمه على المنوعات عليت معترض اتوانيت فسادي اعتبار بخاطر بيج منوعاته يعني او نوعان دي كوا يعني اللي فيش هم يعني وبيضه تويدي ختم قائل حتى مش لك ختم قبلته وتاخيره عنها اتمنى خير لزاي شو بيني وجوابه كالطعن في سنده مثلا جوابك ايش هنا او معترض يعني ده تو مخالف او نستقصى اوكي مستدل شلون جواب ذاته كالطعن في سنده بلد سندي او نصيبات وهنا وتتوا ضعيفه هو يكل الجواب كان وانيا قياسك إلى سجي خويا بيت والمعارضة يا دتواني في بلا بلا أويك تديهني توا حديثا حديثك معارض يبي بوجودة أو تاني معارض يبودنا ومنع الظهور يا دتواني بلا أويك تديهني توا روشنية لو ما ورد دام والتأويل يا دتواني تأويل كاتوا ما جواب كان ومنها يكيد كلا قواعد منع علية الوصف أويك كلا معترض يعني منع يواك كأوصف كابرع علة ويسمى المطالبة و بيكتري مطالبة يعني وبو بيكتري مطالبة بالخاطر ويكا أرد علتك التصحيح كوهر علتني ولا أصح قبوله أصحي مثلا ويكا وش قبوله وجوابه بإثباتي جوابك شيء ويكا مستدل بين ثابتك ومن المنع منع وصف العلة يكي لمنع كان لن بحثكين أو يكا منع وصف علتك بك يعني هر كلن بلا وصف نيا يعني هر معتبرني كقول ما في إفساد الصوم بغير جماع وكو قول ما الدلين لويك روجو بغير جماع أقبع طلبو فقد يقرج يويد يدي هيني نابد فقد يقرج قلت نويد ويدي كفاري نابد دليل كمان شيئا أو دلين الكفارة للفزر عن الجماع المحذور في الصوم كفارة كبو يدام داولة برخات يويكا قبل بكشين سوا من عيبك لجماع كردن ك من بسلا حذر درا وشتر درا ولا رجل لك عيبك فوجب اختصاصها به فضل واجب حتما خاص بجماع بس أو كفارة أو دمانك كالحد هل وكشون حد خاص بزنا جاء كابري معترض جنج وبيراته فيقال بل على عن الإفطار المحذور فيه نعم في غمرة صلى الله عليه وسلم كمن عيب كردوه من عيب فقط جماع فينا كردوه او كفاري كدانا وبوك كابلا بترسي حد لخدي روجوش كامدني رمضان او حمو روجوش كامدني كحذر اللي دراوا فذا قالوا يا حموي كفاري بيز. هر كابلا روجي كشوان بهر شتك شوان دي دو مانجي كفارا وحنا في وضع دي جوابك ايش هنا لو جوابه ببيان اعتبار الخصوصية جوابك ايه وضع نتوا دلي امن اعتبار دادن بخاصبوني دافتانك دافتانك دقيقا نمولي جماعي اعرادكو وفقط جماعي بحث كذبه وشتيدي كيف احنا كده ده فاني دي كش معنيه كروجوش كان دي كده يعني دي دي رد المعترض في كده وكان المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه دي رد معترض لتنقيح مناط استفاده كده مستدل لتحقيق مناط يعني ويك معترض هاتوا مناطك تنقيح كده فاكي كده تو لخصوصيه دي خصوصه اللي بيتعني دي تنقيح مناط يعني في دي خاص جماعي هر مثال في اللي انا هو مستدل لجنه تحقيق غالبا خاصيه ده كتحقيق حقه وفقد مخصص الجماعة ومنع حكم الأصل يكيدي كذا تواني منع علية أو علتي إن كاد كابراي مستدل كا أو يكبل أصلا حكمي أو أصلا وانيا لأي أو مثلا لقبول أكري ولا أصحو أنه مسموع قولي أصال فريو كبضا جوي وراجي وأن المستدل لا ينقطع به وهل وها قولي أصال فريو كمستدل إذا بو فكناك كمعترض اعتراضي لي قبل دي تواب وقالوا يا منحج نعم أتواني بين الجواب ذاته وأنه إن دل عليه لم ينقطع المعترض أقل مستدل لي دوباره هنا يوان قولي صانع سروي دوباره معترض هل قطعنا أتواني بحث كدوباره بل له أن يعترض وهيك اعتراضك يتمشاك أنا حود مرحلة وقابو اعتراض هل لو أنيك بيشوك كتمان أولا وقد يقال لا نسلم حكم الأصلي دروا حل أول معترض ضلتي دلين أمن هر حكمي وأصليتون قبولي كوابه تنالي حرامة من أنهم حرامية أو يك
دعيدا سلمنا باش تسليم يوان بوما ويقم فلاهات أخواري ولا نسلم أنه مما يقاس فيه من تسليم يوان بمك أو أصلا لجزء يعني بك بتواني قياس تراكي وشي مثلا دل قاصرة قاصرة كان نبي يعني أمزا لو وجدت أخواري سلمنا باش تسليم يوش تبو ولا نسلم أنه معلل أصلا من تسليم يوان بمك بتواني علتك بيلاكي أصلا علتينية تعبدية سلمنا لو جئت اخبار اذا لباش تسليم يوجب ولا نسلم ان هذا الوصف علته تسليم اونا بك او وصفك هنا تتبع علته او به سلمنا لو جئت تسليم به ام جدلتي ولا نسلم وجوده فيه او وصفك لباش بل ام فهمانيك وجودي به او به ام لو جئت اخبار سلمنا ولا نسلم انه متعد من فهمانيك متعدد يعني ويك ناشط غير اخوي فقط خاص او سلمنا ولا نسلم وجوده بالفرعين اخ من ذلك يغلشين قيسة السفر على باشا تسليم وجوده من بلان كموانية لن يفرع كذا وجودين لن يفرع كذا زيار فيجاب بالدفع بما عرف من الطرقين شواني جواب ذاته مستدين بويك دفعيك سكان دفعك بويك بيشتر للرقاء كان ظانيمان هوني وهم الرقائك خيما فيجوز إيراد اعتراضات من نوع زائزة معترض اعتراضات وارد بكات لنوعك يعني كل مثلا يجنا وعبن وكذا هروها جائزة من أنواع لسنة مثلا تمشاكي أويك لنوع يكبد وكويك فقد نقضي كاتوا يعني مثلا لمقابلة السكرة وسته أويك لأنواع به وكويا نقضي كاتوا يا عدم تأثير يا معارضة أو وإن كانت مترتبة أجرتي مترتب يجبد يعني أويك أو فشتي سريك به وكويا سريك سلمنا وسلمنا وسلمنا أو مترتب فشتي سريك Thank you.